اهلا بيكم متابعين صفحتنا اخبار لايت. النهارده لايف جديد مع ملكه الاحلام الدكتوره صوفيا زاده. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. اهلا طبعا حبايبي. النهارده عايزين نكلم حضرتك عن تفسر لنا شويه احلام كده بتشغل بال الناس، وجالنا اسئله كتير الاسبوع اللي فات. يلا بسم الله توكلت على الله. اول سؤال معانا، حد بيسال: حلمت اني بصلي في المسجد الاقصى. اللهم صل على النبي. ان شاء الله يا رب باذن الله. يعني هو ده امل كل البلاد العربيه، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يمكننا باذن الله ونتخلص من العدوان باذن الله، وتبقى غزه حره، فلسطين حره. يعني بص هقول لك على حاجه، هو طبعا اماني الرؤى دي تندرج تحت الطلب او الدعوه او الامنيه اللي احنا بنتبناها، فلا يؤخذ بها، لان احنا حاليا في وضع احنا منتظرين كلنا النجدة من الله تعالى، مستنين الفرج ان ربنا يخلص الارض دي من الاعادي. فيعني نتفائل بيها، ناخد منها يعني في رؤى يؤانسها البني ادم. احنا استأنسنا لهذه الرؤية لعلها تكون حق وخير يا رب باذن الله في يوم من الايام. طب لو شفنا المشاهد الدموية اللي اعتدنا نشوفها كل يوم في غزة وفلسطين في الأحلام، هل ده تأثير باللي بنشوفه؟ طبعا، لأن البني آدم أصلا ما يراه في المنام هو مرآة للواقع. إذا كنت أنت مهتم جدا تشوف العيال اللي بتتجرحى والعيال الشهداء والنساء الشهداء، ضروري نومك هيكون. بصوا إحنا مش معناها إن إحنا يعني ما نتفرجش، يا جماعة اللي قلبه رهيف يعني يبعد شويه، عشان الحاجات دي بتاثر عليه نفسيا، تاثر عليك وتاثر على عملك. يعني ممكن تاخد لك كام يوم معتكف في بيتك مش قادر ان انت تتعامل مع حد من كتر ما انت اعصابك بايظه. طب وعلى ايه؟ احنا عارفين يعني الدنيا حاصله فيها ايه. انت عليك بالدعاء والصلاه، وكمان اذا استطعت ان تقدم شيء فلا تتاخر. يعني قدم اي حاجه بالكلمه، قدم معونه، قدم اي حاجه، ما تبقاش ايه زي المسلم اللي هو اضعف الايمان عنده بقلبه. لا، خليك شويه، تحرك شويه. يعني كلنا لينا واجب تجاه اخواتنا دول الاشقاء العرب. طيب نروح لسؤال تاني، ايه تفسير رؤيه القمر في الحلم؟ بصي، القمر كان سيدنا عمر بن الخطاب الى بلد، عشان يعني غالبا الى سوريا، بعته الى سوريا، فرجع من منتصف الطريق لانه شاف ان الشمس والقمر يتقاتلان بيتخانقوا، تمام؟ فراح حكى للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له والله رايت ان القمر والشمس يتقاتلان، فما رايك؟ قال له وكنت مع اي فريق منهما؟ قال له كنت مع القمر. قال له انك مع الآية الممحوة. يعني ايه؟ يعني آية القمر ممحوة، يعني مش دائمة، بدليل ان لما سيدنا موسى القمر مشي، قال اعبد الشمس مشي. بص يعني ده الآية الممحوة هي آية القمر، ولكن الشمس هي خليك في النور، النور والزهو وكده. في حين ان القمر في يعني مثلا ايه، في حاجه في منام كده قالت لي واحده صاحبتي، بتقول لي انها جالها منام ان امراه ترضع القمر، وراحت قالت ده المهدي المنتظر، انا برضع المهدي المنتظر. لا، وقف هنا بقى، عشان في اقاويل لا مهدي الا عيسى. ده اقتناعي وده نهجي ودي، لكن ايوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، بس الحديث ده بعض الناس قالوا عليه ان هو ضعيف، اسمه على اسمي ويخرج من نسبي ويخرج. الله اعلم. احنا معرفتنا بالمهدي المنتظر يعني مش 100%، احنا معرفتنا كده يعني تخطيف من المعلومات. فانا عن نفسي واحده من الناس اميل الجزئيه انه المهدي اسمه اولا، مش المهدي. المهدي يعني كان واحد فاسق وتهدى. لا، المهدي. المهدي مين المهدي؟
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى. يعني كمان يعني يذكرني من شيء ان ذكر عن احد الصحابه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلان جمع التوراه. تمام؟ راح قال له، راح وجه الرسول اتغير، ظهر عليه الغضب، فقال له: والله نفسي بيدي، لو موسى بعث فيكم لايه؟ لضللتم. يعني بعث فيكم بعدي لضللتم، ولو بعث موسى وعيسى لاتبعاني. خدتوا بالكم؟ فالرسول ده خاتم الانبياء لا نزايد. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل على كل 100 سنه واحد من الصالحين. انا جاني اخباريه ان سيدنا الامام الشعراوي كان رجل الزمان، رجل الزمان. تحياتي وفضله عليا كبير. اتعلمت من، يعني يمكن ما قابلتوش وجها لوجه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلاني اسمع كل حلقاته عشان انا بحبه. سيدنا الامام الشعراوي ده رجل الزمان، ده الراجل. يعني كلنا خطائين وكلنا بنخطئ ونصيب، بس ليه وجهات نظر، ليه وجهات نظر وليه تعليله في وجهات النظر. لكن اللي يقول الامام الشعراوي اخطا، ما ماشي، في وارد الخطا والصواب، لكن ما تقعدش بقى ايه تقلل من مولانا. لا، ده مولانا، ده عاش وحياته كلها في العلم. انا كبرت عليه، انا كبرت عليه، وكل الساده الصالحين كبروا عليه. طيب نروح لتفسير تاني، تفسير رؤيه السمك الاسود في الحلم. بص يا روح قلبي، السمك مش بلونه ولا بسواده ولا بحمار، تمام؟ ولكن اللون الاسود ده يندرج تحت السمك اللي هو بيقولوا عليه، اللي هو اللي بيعيش في القزارة، اسمه ايه؟ اللي هو التخين ده، اللي أراميد. ده ايه؟ الأراميد. الأراميد، الله ينور عليك. سمك الأراميد غير مستحب في الماء، في المنام أبدا. ليه؟ لأنه زيه شبه الخنزير، يعيش على القذرات ويتواجد في المناطق اللي هي فيها المية ضحلة وفيها بيدان وفيها قرف وفيها بتاع. فيعني وهي على فكرة ذات ناب. الرسول قال لنا: لا تأكلوا ذوات الناب. يعني حتى في كمان ايه، في حاجة كده، احنا النهاردة بنتكلم عن حاجات دخلناها كتير. يعني بيقول لك مثلا ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل الأرنب مطلقا. ليه؟ قال لك الذكر ذناب والمرأة تحيض. الأرنبية بتحيض كل شوية، تبيض وتحيض وتولد وتحيض وتولد وتحيض، فما ينفعش تتاكل، نجاسة. زي بيقول لك ايه، خد ذكر البط برضه، الله أعلم، بس الأنثى برضه بيقول لك بتبيض كتير ومش عارف ايه، قصة كده. يعني أي حاجة يعني بيرفعنا عن الحاجات دي. وكل حاجة ذناب ما ينفعش، خدت بالك؟ وبعدين القرنود ده يذبح عشان يموت، بس تلاقيه صاحي، يقز نفسك منه، بس في ناس بتاكله. طب ممكن يكون معناه ايه؟ يعني اللي شافت الحلم ده معناه ايه؟ ده وحش، اكل حرام، لان هو عايش في بركة ضحلة وضلة ووحشة. ده معناه ان انت لو داخل على جواز، خلي بالك ان البيئة دي بيئة، البنت طالعه من بيئه وحشه جدا. يعني زي ما بيقول لك ايه، تخيلوا لطفكم فان العرق دساس. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان يعني البنت يعني بيقول لك اسمها خضراء الدمن. اياك وخضراء الدمن. قالوا: ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المراه الجميله من بيئه قذره عزكم الله. فانا بعتقد انا يعني هناخدها في الاكل وهناخدها في الجواز وهناخدها في كل حاجه. الحاجه اللي طالعه من الميه الوسخه، سوري في الكلمه، ما تاكلهاش. انت انسان عفو
عفك الله ونظفك، ليه تاكل ضفاديع وتاكل اسمه هو ايه يعني قراميط وتاكل بص هو الفسيخ والسردين والقصص دي رؤيتها في المنام مش مستحبة، لكن في ناس بتعشقها في الارض كده يعني في الحقيقه. لكن لو شفتها في المنام وحشه جدا وحشه، ان انت تاكل فسيخ وتاكل رنجه وتاكل حاجات، يقول لك نقي رزقك لانه يشوبه شوبات حرام، داخل عليك فيه شويه حرام، فنقيه بقى ما تاخدش كده اي حاجه خلاص. طيب تفسير الامراض الجلديه في الحلم، الحبوب والدمامل والحروق، اذا كانت الحبايه محمله يعني فيها مده او فيها فراج او حاجه، فده دلاله على ان في فلوس جايه عليك. حلو ده، في فلوس بس تكون محمله. طيب لو كان والعياذ بالله في مهاق، في والعياذ بالله يعني اللي هو الامراض اللي هي الجرب عزكم الله والحاجات دي كلها، ربنا يكفينا شرها يا رب اللهم امين، ده معناه بيقول لك كسوه غير حسنه، يعني كسوه سيئه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو شاف لو واحده مثلا ولا واحد شاف هو ان مراته مصابه بده او اللي هيتجوزها مصابه بده، ابعد، دي مش ستره ليك، ولا انت يعني ولو شافت هي هو كده هو مش ستره ليك، بالعكس ده الناس هتبص لكم وهتقول ده في نواقص وفي اشياء يعني غير مسموح بيها. تمام؟ فالامراض اعزكم الله مش يعني لازم الجلد يكون ناصع البياض، حتى الجلد الاسود ده او الجلد الاخضر اللي هو لونه مغبر ده كده، ده دلاله على الحزن، الناس لما بتحزن. وطبعا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللطم وشيل التراب ومش عارف ايه، فبيتغبروا. يعني انا اذكر برضو سيدنا علي بن ابي طالب لما كان عايز يتزوج على السيده فاطمه الزهراء، فطبعا الرسول لما بلغه الامر زعل. يعني احنا من حقنا نزعل، يعني انت لو جوزك اتجوز عليك حد زعلي، بس هو شرع، فهو بس يعني مين يعني ارقى من السيده فاطمه؟ مين هتجيب مين؟ تمام؟ فهو طبعا من كتر حزنه او تسرعه في الامر ده نام في المسجد وجسمه مطرب كده من الحزن والزعل مغبر، فراح للرسول قال له قم يا ابا تراب. ابا تراب يعني اتخذت على الانسان الزعلان الحزين يعني. فربنا يبعد عننا الحزن يا رب ان شاء الله. اللون الرمادي مش حلو خالص، الرمادي ده في جبل في مكه قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جبل يبغضنا ونبغضه وهو في النار، اسمه الجبل الاخضر، اخضر لونه مغبر كده. وفي جبل طبعا جبل احد قال جبلا نحبه ويحبنا ومعنا في الجنه. يا رب ان شاء الله كلنا نزور يا رب باذن الله تعالى. طيب معانا كام سؤال بس من اسئله الناس. واحده بتقول انها بتحلم انها بتقع من دور عالي وبتشوف تعابين سودا كتير. لا انت حاولي ترجعي لربك بقى، لان من يحلل عليه غضبي فقد هوى، فده معناه ان انت دي من العلامات او الرموز اللي بتؤكد غضب الله عليك. الغضب بصي هقول لك على حاجه، انت ممكن تكوني من الصالحات جدا بس عملتي حاجة فيها لمم. لمم يعني ايه؟ لمم يعني مثلا صليت المغرب والعشاء مع بعض، مثلا كان المفروض تروحي تزوري مريض بس تكسلتي، دي اسمها لمم. لمم الصالحين كبائر عند الله، خدتي بالك؟ فربنا بينورني ببساطتك، لا انا عايزك في الارتقاء ده، ما تنزليش عن وضعك ده. فخلينا دايما السنسور بتاعنا الرؤى، يعني انا عن نفسي اقسم بالله لا اتحرك الا بالرؤى، والله يتقال لي في الرؤيا الباطل ويتقال لي الحق في الرؤيا ويتقال لي اعملي في الرؤيا واعملي، يعني كل واحد بيبقى له وسيله يعرف بيها يقيس بيها مدى رضا الله عليه، خدت بالك؟ وعلامة التوفيق التيسير. يعني انت مثلا لو رايحه ما خدتيش حاجه في المنام، ما جاتلكيش حاجه بامر،
امسكي المصحف وفتحة عشوائية الناحية اليمين، عدي كام حرف الخاء خيرا، لقيتيهم 5. كم حرف الشين؟ لقيتيهم 3، يبقى خيرها اقل من شرها، يبقى يعني كويس. لقيتيهم كله خير، يبقى ده كده خير. دي اسمها الاستخارة السريعة. انا برضو بدخل ربنا معايا. وفي ناس تانية قالت بنفتح المصحف والآية اللي تقع عليها عينينا نقراها، اذا كانت نهي فبننتهي عن الامر ما بنروحوش. لو كان فيها آيات رحمة وسعادة وفرحة وكده يبقى توكل على الله. فيها عذاب وغضب وكده خلي بالك ربنا بينبهك. مش كل حاجة، بصوا تفائلوا. التفاؤل ده ان انت تاخد من ادوات الطبيعة، عصفورة غنت، فتحت الكاسيت او فتحت التلفزيون لقيت آية قرآنية بيقول لك توكل على الله. الله الله، اشارات. بص اسمها اشائر البشائر، يعني بنستنى اشارات عشان تبشرنا. فخليك دايما كده عبد منتظر، يعني بص في كل حاجه حواليك. يعني انا لما اخش مكان لازم اتفقده كله، اشوف البنات، اشوف الاشخاص اللي معايا، اشوف المكان. اذا ارتاح قلبي استمريت، اذا لم يرتاح قلبي حتى لو هيدفعني ملايين، لا انا عندي رضا الله تعالى فوق كل حاجه. ولما يديني علامه في اول دخله ليا في امر ما وحشه يبقى لا والف لا. واحده بتقول انها حلمت ان السماء بتمطر خبز. ان شاء الله ربنا يوسع رزقك. بصي السماء يعني الرزق هيوسع يا رب، نتمنى اللهم امين. يعني انت الرؤيه الوحيده من بين الرؤيات العظيمه اللي هم شافوها الناس الفتره دي، يعني فيها خير فيها رزق. لان في ناس كتير شافت ان في قحط وفي جوع وفي فتره هيبقى فيها الحياه متجمده. حتى قالوا شافوا نهر النيل متجمد وشافوا مش عارف ايه. يعني ربنا يسلم يا رب، ربنا يسلم. لعل رؤيتك دي تكون سبب في انفراج الهم. تمطير الخبز ده ارزاق من السماء يا رب، اللهم امين يا رب. طب العكس، واحده بتقول انها حلمت ده واقفه في طابور عيش وما خدتش حاجه في الاخر. والله معلش، يعني معلش رزقك بسيط شويه او انتظارك لحاجه معينه بس مش هتحصلي عليها، حاجة فيها رزق يعني. معلش حاولي تاني وتالت ورابع، يمكن مالكيش نصيب في ده، يمكن لو خدتي ده هيتعسك. يا جماعة في بعض، والله العظيم في بعض الأرزاق تسعد وبعضها تتعس. يا فرحتك وانت راكب لك عربية أحدث موديل وانت من جوه حزين على انك مثلا بتتهان، ان انت بتاخد القرش بدون هبة. هيبة كده، لا انا اشتغل بهيبتي واشتغل مع محدش. مش معنى كده ان انتوا تتمردوا على مسؤولينكم، لا ما بقولش كده، بس عزة النفس والكرامة تخلي البني ادم لا رزق يخليه يتهاون ولا زواج يخليه يتهاون ولا اي حاجة في الدنيا. التهاون الوحيد مع الام والاب. لو قلعت جزمتها اديها الجزمه الثانيه تضربني بيها. دي الام والاب كذلك، هم دول اللي من حقهم يعملوا اللي عايزينه فينا. ان شاء الله يا رب يغسلونا وينشرونا ويعني يسلخونا يعني يجلدونا. امي وابويا، لا حد بيختار امه ولا ابوه، ولا حد بيختار امه كانت على اي ديانه وهو على اي ديانه، دي حاجه بتاعت ربنا. ولكن ليها عندي الاحترام، وامك ثم امك ثم امك، والتقدير، وان انا احط نعلها على راسي وكلمتها تبقى مسموعه بالنسبه لي. تمام. اخر سؤال معانا، بنت بتسال ان هي بتشوف نفسها عروسه بس ما فيش عريس. للاسف الشديد وحشه جدا حته العروسه او العريس من غير عروسه. لو كانت لابسه ابيض فهو قصي. كلنا منتظرين اليوم ده، ودايما نقول يا رب اللهم امتنا اذا كان الموت خيرا لنا وحينا اذا كانت الحياه خيرا لنا. والله هو ربنا يعني ممكن تكون مريضه او حاجه او ايا كان،
بصي، الله تعالى بيغير الاقدار بالدعاء. اكسري من الدعاء، اكسري من الدعاء يا رب. اللهم يعني شوف الدعاء اللي لسانك يحبه، يعني يسوع يعني يفقه في لسانك، يعني يفقه لسانك فيه الكلمه، يعني ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان انت تبقي فقيهه في القول، بحيث ان انت مثلا، انا بميل للصلاه العظيميه، انا عن نفسي واحده من الناس. الصلاه العظيميه دي عندي اساسي الصلاه العظيميه، تمام؟ هتلاقوها، تدوروا عليها في النت، تكتبوا صلاه عظيميه هتطلع لكم. والله على مسؤوليتي 40 يوم لو قريتي الصلاه العظيميه بعد كل صلاه، قسما بالله العظيم لتتغير حياتك 180 درجه للافضل للافضل. طب وده على مسؤوليتي. طب ممكن تقوليها لنا؟ هم طلبوها من ماشي. لانها طويله كتير جدا. نقراها امتى؟ انا بصي، انا للاسف ما عنديش ملكه الحفظ، لكن عندي ملكه الفهم. تمام؟ فانا حتى لما باجي اقراها، انا عندي تحت المخده اطلعها واقراها صلاه عظيميه. تمام؟ كم مره مثلا؟ مره عقب كل صلاه، وانت ونايم قبل ما تنام مره بس، انتهينا. بس وشوف بقى هيحصل لك ايه بعد 40 يوم، احسبهم على ايدك 40 يوم، هتلاقي الدنيا اتحولت من القحط للغلو الفاحش الفاحش، ومن الحزن للسعادة المفرطة. بص، طب وحياة ربي، والله العظيم ثلاثة، أنا عندي صديقة كانت بتقراها عشان تخس، أقسم بالله العلي العظيم. بصي، كل واحد يعني يبكي ليلاه، هي بتخس بتقرا دي، أقسم بالله خس، أقسم بالله، يعني أنا بحلف بربنا لازم يكون عندك، أوعى تجرب مع ربنا، عندك يقين ونهج وعقيده مع الله تعالى ان الامر ده فيه صالح ليا. اصلا ما بديلكش حاجه، انا بقول لك دي الصلاه على رسول الله من المجربات اللي احنا جربناها وجابت نفعها، جابت منفعتها. بصي، انا هقول لك على حاجه عشان ما يعني الناس ما تروحش لبعيد. الست اللي كانت خسر دي هي، يعني انا قريتها قبل كده 40 يوم بالنيه دي، والله العظيم ده نزلت 35 كيلو وعزه محمد كتير. والله العظيم ما شاء الله. تمام؟ بعد كده رجعت تاني بقى، رجعت تاني. انا هعمل الورد ده تاني، اعمليها تاني، بس بعمله لفلسطين. انا بعمله لفلسطين دلوقتي الورد اليوم ده. يعني ايه اقول لكم؟ ادعوكم واياي الى انكم تقروها الصلاه العظيميه دي، ان ربنا يغير احوالكم للافضل لما يراه هو افضل. وعلى فكره ربنا يعني، انت بس، انا قلت انا عايزه ابقى غني غناء فاحش، هتغتني والله هتغتني، يعني بس خليك قد، يعني نقول نعمل النيه و اعقد النيه بس ما تغيرهاش. اعقد النيه لمده 40 يوم، كل يوم النيه على كذا، على طول هتخلص. شكرا لحضرتك، نورتينا. شكرا دكتور، شكرا حبيبي.